في وقت دعت فيه بعض القوى السياسية إلى ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل وحماية البلاد من الانقسام السياسي الحاد، تجددت الاحتجاجات والمواجهات الليلية بين قوات الشرطة التونسية والشبان في العاصمة تونس لليوم السادس على التوالي، وشهدت رقعة الاحتجاجات توسعا حيث شملت ليلة الثلاثاء والأربعاء والخميس أحياء شعبية أخرى بالعاصمة كالزهروني والعقبة والجيل الأحمر والجبل الأحمر وحي الزهور وبن خلدون إلى جانب حي التضامن. واستخدمت الشرطة الغاز بشكل مكثف لتفريق المحتجين إلى جانب القنابل الصوتية، كما تعالت ألسنة اللهبي بسبب إشعال الإطارات المطاطية لتتواصل معها عمليات الكر والفر بين المحتجين ورجال الأمن. إلى ذلك، وفي سياق العلاقة بقضية غرق جرجيس، جددت العديد من الجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية مطالبتها بضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل للكشف عن الحقيقة في قضية غرق أكثر من 15 شخصاً من أبناء الجهة، ثم سوء التعامل مع جثثهم، بل وبروز شكوك حول حيثيات الغرق وحيثيات دفن الضحايا. وتزايدت الشكوك عقب اكتشاف أن الجثث المنتشلة لم تدفن في المقبرة المجهولة كما قيل سابقاً، وإنما في مقبرة أخرى في المنطقة تسمى مقبرة إفريقيا. وللحديث أكثر حول الوضع في تونس معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ بولبابا سالم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ بولبابا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا. كيف تقيم الحالة في تونس اليوم في ظل اليوم السادس من الاحتجاجات الليلية، في ظل تداعيات ما جرى من غرق جرجيس؟ إلى أين تتجه الأمور اليوم؟ تحياتي لكل السيدة والسيدات المتابعين. بكل تأكيد يعني هناك احتقان في بعض الأحياء الشعبية خاصة أثناء الليل في أواخر الليل بسبب طبعا لها أسباب عديدة، وهناك طبعا أسباب تجمعت لجعل هذه الموجة ربما من الاحتجاجات تتواصل لأيام متتالية. هناك طبعا في حي التضامن وهو أحد أكبر أحياء العاصمة التونسية يعني شهد منذ أسبوع يعني وفاة أحد الشباب الذين احتجوا قبل شهر على الأوضاع المعيشية، وهو الشاب مالك السليمي رحمه الله. طبعا هذا دفع بعض أنصاري هو أو أصدقائه أو كذلك أبناء حيه للاحتجاج هنا طبعا، وتواصلت تلك ربما الاحتجاجات لأيام متتالية. ثم ايضا يعني شهدت كذلك كما يعرف الجميع يعني جرجيس، مدينه جرجيس، مأساة الغرقى من الذين تقريبا 18 شابا من الذين ماتوا في البحر، والذين نعم. لم تتعامل معهم السلطات في الحقيقه بطريقه يعني جديه، ولذلك يعني دفن بعضهم في مقبره الغرباء، وهذا ما أثار حفيظة الأهالي الذين يعني تقريبا استغربوا طريقة تعامل يعني أجهزة الدولة مع مأساة مثل هذه، وعدم اهتمام ربما خاصة هنا رأس السلطة بالقدر الكافي مع هذا حدث أليم كهذا. وهذا ربما اليوم دفع قاضي التحقيق إلى الإذن بفتح يعني تقريبا 18 مقبرة عفوا 18 قبرا للتحقيق في وفاة هؤلاء وفي كيفية يعني خاصة هنا التعامل معهم بعد سريان إشاعات عديدة حولهم. نعم. طبعا يضاف إلى ذلك طبعا يعني مسألة هنا الأوضاع الاقتصادية الصعبة والصعبة جدا بسبب يعني ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان الأمل في الحقيقة لدى الكثير من الشباب، وتنامي ظاهرة الهجرة
نعم. السرية لو أردنا التي أصبحت لو أردنا يعني لملمت كل تلك الملفات إلى جانب الأزمة السياسية في البلاد، ماذا يمكن أن نسميها برأيك؟ أعتقد يعني أن المسألة هنا تتعلق بأزمة تصورات، أن البلد للأسف بدون بوصلة ليس هناك خطاب سياسي حقيقي مسؤول يقدم إجابات للناس، يقدم خطابات طمأنة، يقدم حلول. يعني الناس صحيح لا ينتظرون حلولا آنية، هذا من المستحيل يعني لأي شخص أو أي حزب أو أي تنظيم أو أي هيكل ربما سياسي أن يقدم حلول حقيقية يعني سريعة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس. هذا نعرف جيدا أن الكثير من دول العالم تعيش أوضاع يعني صعبة، لكن في تونس ربما تفاقمت الأوضاع بسبب هنا غياب المسؤولين عن تقديم خطاب سياسي مطمئن للناس. يعني تقريبا أغلب الخطابات التي ملها ربما التونسيون تتعلق دائما باتهامات للمعارضة، اتهامات للوبيات، اتهامات لمتآمرين لمحتكرين، في حين أن الحقيقة أن الدولة تعيش وضعا ماليا يعني صعب وصعب جدا. نعم. وتقريبا هناك ندرة حتى في بعض المواد الأساسية التي تفتقد من فترة إلى أخرى. نعم. كانت ربما في السابق ربما كان هناك مشكل في مسالك التوزيع، لكن الآن يبدو أن يعني ميزانية الدولة عاجزة عن تمويل بعض الشراءات لبعض يعني المنتجات الرئيسية. نعم أستاذ، وهذا يعني ما زاده الاعتقاد. نعم أستاذ بولبابا، سأعود لك فيما إذا كنا على أعتاب توافق وطني بعد الدعوة الأخيرة لحوار وطني من قبل الكل السياسي في تونس، لكن دعنا نوسع أكثر الحديث حول مأساة جرجيس. معنا عبر سكايب الأستاذ رامي هيثم المحضي الصحفي التونسي. أستاذ رامي، هل وضعتنا بآخر تطورات موضوع المأساة؟ نعم، كل شكر أستاذ. إذا مثل ما ذكرت يعني في مواصلة الحقيقة لحقيقة الوضع في تونس، الأزمة على مستوى عديد المسائل خاصة على المستوى الاجتماعي، وخاصة الحديث الأول اليوم هو في جنوب تونس في جرجيس. حالة الاحتقان يعني على أرض الواقع، حالة الاحتقان ما زالت موجودة، ما زالت هي نفس اللوعة للأهالي يبحثون إلى غاية اليوم على بصيص أمل أين في على الشواطئ. العائلات يعني مشهد محزن جدا للحقيقه في جرجيس، هم يعني الكثير منهم يعني والله كانوا خرج وحيدا يبحث بمساعده خاصه البحاره، مع العلم انه هؤلاء الناس يعني ما زالوا لغايه الان يحملون السلطه في تونس، سلطه تنفيذيه في تونس، مسؤوليه يعني البحث على ابنائهم. اذا على ارض الواقع الناس ما زالت ملتاعه من هذه الحادثه. فقط هو في مستوى الأرقام يعني هو 18 شخص كانوا على متن هذا القارب، يوجد تم انتشال 14 جثة، ولكن تم التعرف على 6 فقط من هؤلاء هذه الجثث، فهي يعني تم تأكد من هويتهم. أيضا ما يزداد ربما الوضع وزاد الألم هو ربما مسألة دفن يعني هذه الجثث بدون يعني إذن أهليهم حتى الدولة. نعم يعني أستاذ رامي، يعني هذه المسألة شغلت الكثيرين وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي دفع بالسلطات التونسية إلى دفنهم دون تسليمهم لأهاليهم؟ هذا سؤال يبحث عنه الجميع، إن كان لديك إجابة، لماذا تم الدفن دون تسليم هذه الجثث لذويهم؟ طيب لنضع الأمور في إطار وسيعرف الجميع لماذا اتجهت السلطة في هذا الإطار. أولا أستاذ، لنعلم جميعا أن جهة جرجيس هي جهة ساحلية، ويمكن أن نقول بأنه جهة ساحلية وأكثر جهة يعني تمثل منطلق للهجرة الغير نظامية نحو أوروبا، وأيضا البحر يلفظ عدد كبير من الجثث، عشرات الجثث من إفريقيا وتونس، يعني هؤلاء الموجودين في المتوسط يلفظها إلى جرجيس. نعم. السلطة في قامت بإنجاز مقبرة، هذه المقبرة اسمها حدائق أفريقيا، وهذه المقبرة يعني مخصصة أساسا لدفن الجثث يعني مجهولة الهوية. السلطة كيف تعاملت؟ السلطة لما وجدت هذه الجثث، وهي لم تبحث عن جثث للأمانة، البحارة التونسيين المدنيين هم الذين بحثوا،
شلبوا عليه جثث أعطوها للسلطة فتعاملت معهم كأنها جثث يعني كما كيف العادة يعني مثل ما هو كأنها جثث لإفريقيين وليسوا تونسيين. بالضبط أستاذ، وهو على احترامنا يعني بطبيعة الحال للنفس البشرية عزيزة. نعم. وأخواتنا نعم. الإفريقية، ولكن في النهاية هم تونسيون. أيضا ما يزيد ربما أنه يعني تقول يمكن هذه الجثث هي مجهولة الهوية، ولكن أنت بتنزيلها في الإطار العام البحارة يعني ذهبوا إلى المكان الذي يتوقع يعني أنه غرق فيه هذا المركب. أيضا بعض العائلات تعرفت على من خلال المنظر الخارجي من خلال لباسهم، فالناس كانت تنتظر نتائج تحليل الأديان الحمض النووي يعني، وفي الأخير يكتشفون بأن السلطة قامت بدفن هؤلاء 4 جثث دون حتى مجرد إخبارهم. فللأمانة هذا ما أشعل النار يشعل. نعم. الآن الإجراء الذي تم، هل اتخذ قرار بإخراج من تم دفنهم لفحص الحمض النووي ومن ثم إرسالهم إلى ذويهم، هل هذا هو الإجراء الذي تم؟ هذا هو الإجراء تحت ضغط الأهالي. نعم. في جرجيس منذ تقريبا 2 يوم خرج ما يقارب 10,000 شخص، هذا ممثل ضغط على المسؤولين الجوين وحتى على رئيس الجمهورية. واليوم وغدا أنا أعطيك فقط خبر إن شاء الله غدا سيتم البدء في بحث التحقيقات هنا في محافظة مدنين، ستنطلق التحقيقات غدا. وفقط أختم بهذا الأمر أنه وصل الأمر أنه حتى الكثير يعني من الأهالي يتهم السلطات ويتهم من يشرفون على مقبرة حدائق أفريقيا هذه وليست الحقيقة مقبرة غرباء، يتهمون بأنه في إشكالية وفي ربما فساد وحتى يمكن يكون تجارة أعضاء. أمانة حتى أكون صادق لا يوجد دلائل واضحة، ولكن في الأخير حالة الاحتقان وتعامل السلطة دفع هؤلاء الناس أن يتهموا السلطة بمثل هذه الاتهامات وهذه الشبهات. نعم، كل الشكر لمشاركتك معنا الأستاذ رامى هيثم المحضي الصحفي التونسي، وضعتنا في تفصيلات ما جرى في جرجيس. أعود لك مرة أخرى أستاذ بولبابا سالم الكاتب والمحلل السياسي، كنت تحدثت معك فيما إذا كانت هذه الأجواء المحتقنة، هذا التأزيم السياسي سيدفع الاستجابة أسرع من ذي قبل في موضوع دعوة الحوار الوطني، هل سنشهد إقبالا، هل سنشهد موافقة دون تحفظات من قبل الحالة السياسية الحزبية في تونس لهذا الحوار، أم كيف ترى؟ شكرا لك على السؤال. هو طبعا دائما في السياسة هناك دائما فن إدارة الأزمات، وللأسف يعني يغيب عن العقل السياسي خاصة لدى السلطة كيفية إدارة الأزمة، الأزمة الاقتصادية، الأزمة المالية، الأزمة السياسية خاصة. والناس تنتظر يعني في النهاية خطابات، تنتظر يعني إجابات، تنتظر تطمينات، تنتظر بوصلة معينة إلى أين تسير الأوضاع في البلاد. ودائما الحكومة مطالبة بأن تقدم رؤيتها، تقدم يعني نحن لاحظنا مثلا منذ فترة أن رئيس الفرنسي قدم الفرنسيين، قال خاطبهم وقال لهم أن البلاد مقبلة على أوضاع صعبة. شولتز كذلك في ألمانيا قال بأن هذا العام سيكون صعب، نفس الشيء. إذن هنا ما الذي يمنع؟ احنا رئيس الدولة أحيانا يزور بعض المناطق، حتى مرة يعني حول حفرة قرب منزل السفير الفرنسي زارها، أو كذلك يعني يتحدث عن سيارات إدارية وما شابه ذلك. بينما مأساة جرجيس أو يعني ما تشهده بعض الأحياء الشعبية وندرة بعض المواد والطوابير الطويلة على المساحات التجارية، ربما لم تر يعني ما ضر السلطة مثلا لو عقدت مجلسا وزاريا حول يعني ما حصل في جرجيس، حول ما يحدث اليوم مثلا هنا، ويكون هناك خطاب يعني متوازن بعيد عن التوتر وبعيد عن اتهامات لأطراف وما شابه ذلك، يقدم رؤية، لأن في النهاية السياسة هي رؤية وتصورات. أما عن سؤالكم حول الحوار، هو في الحقيقة يعني للأسف حتى في تونس يعني حتى المعارضة هناك معارضات، يعني لا توجد، رغم أن الجميع يلتقي حول نفس الهدف وحول نفس التشخيص، ولكن ما زالت المعارضة التونسية مشتتة. هناك بالتأكيد جبهة الخلاص الوطني وهي من أكبر تنظيمات المعارضة، تضم تقريب 5 أحزاب كبرى منها حركة النهضة وبعض الجمعيات والمنظمات، وهناك كذلك الحزب الدستوري الحر، وهناك كذلك
الجبهة التيار الوسطي الاجتماعي التي تضم 5 قوى كذلك اجتماعية ديمقراطية، ولكن هؤلاء جميعاً للأسف يعني يتحركون لوحدهم، يعني نعم. يصدرون بيانات، يقيمون بعض ربما التظاهرات والمظاهرات هنا للتنديد ربما بسياسة السلطة، ولكن لا يوجد يعني في الحقيقة التقاء بينها. نعم. مسألة أخرى أيضا يعني أن رئيس الدولة مثلا يمكنه أن يجمع الجميع، يعني هذه تونس، مستقبل تونس وراهينها الحاضر، نعم، يهم الكل، ويعني بقطع النظر عما موجود في السلطة، لكن للأسف الرئيس يرفض الحوار مع معارضيه، يعني وبالتالي هنا هذا ما عقد المشكلة أكثر. يعني التقاء التونسيون رغم كل اختلافاتهم السياسية والإيديولوجية ومرجعياتهم كذلك، التقائهم ربما على طاولة الحوار أعتقد أنه نعم. يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة. وصلت الفكرة، كل الشكر، كل الشكر هذا مستبعد جدا للأسف. لوجودك معنا، هذا ما سمح به الوقت. أشكرك أستاذ بولبابا سالم، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تونس.